بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة الأسبوع الثامن راح تكون blood supply and venous drainage of the brain. لما نتكلم على blood supply راح نتكلم على arterial blood supply of the brain ونتكلم على venous drainage. cerebral blood flow. إيش هو cerebral blood flow؟ هو عبارة عن blood supply to the brain in a given time. الأدلت بيحصل على 750 مللتر في الدقيقة، يعني أدلت برين بأخذ 750 مللتر في الدقيقة الواحدة blood، يعني 15-20% من التوتال كاردياك أوت، يعني 15-20% من التوتال كاردياك أوتبوت بيروح لوين؟ للدماغ، لأنه very important. لو درسنا regional cerebral blood flow، كل 100 جرام برين تيشو بيصلها من 50-54 مليلتر of blood per minute. طيب لو حدث reduction للcerebral blood flow less than، يعني 18-20 مليلتر per 100 جرام برين تيشو بير مينيت، بيحدث عندنا ischemic changes ischemia، لكن without dead tissue، يعني بيحدث functional disturbances، الخلية تفقد الوظيفة لكن ما حدثش لها death. طب لو استمر انخفاض cerebral blood flow أقل من 8-10 من لتر لكل 100 جرام برين تيشو في الدقيقة الواحدة، هان راح يحصل irreversible tissue death، تموت الخلايا وبدون رجعة. cerebral blood flow ايش بيساوي؟ cerebral blood flow يساوي cerebral perfusion pressure تقسيم سيريبرو فاسكولاري سيستم. يبقى السيريبرال بلاد فلو يساوي سيريبرال برفيوجن بريشر تقسيم ايه؟ سيريبرو فاسكولاري سيستم. كنترول اوف سيريبرال بلاد فلو بيتم عن طريق ايش؟ فاكتورز افكتنج اللي هو سي بي بي اند سي في ار، اللي هو سي بي بي cerebral perfusion pressure CVR اللي هي cerebrovascular resistant. هلا cerebrovascular resistant بتحكم فيها عدة عوامل. اول ميكانيزم metabolic control، في metabolic autoregulation عن طريق الاكسجين، ثاني اكسيد الكربون، الجلوكوز. كل ما زاد نسبة الاكسجين في الدم، كل ما حدث vasoconstriction في blood vessels، كل ما زاد السي او 2 وقل الاو 2 بيحدث ايش؟ vasodilation. بريشر اوتو ريجوليشن او بريشر ميكانيزم، بلاد بريشر ميكانيزم، هذا عن طريق ايش؟ اللي هو الاليفيشن اوف بلاد بريشر. كل ما ارتفع البلاد بريشر كل ما حدث vasoconstriction في السيريبرال بلاد فلو، كل ما قل البلاد بريشر كل ما حدث vasodilation. كيميكال كنترول عن طريق قلنا اللي هو اكسجين والسي او 2. النيورال كنترول عن طريق سيمباثيتك اند بارا سيمباثيتك نيرفس سيستم. برين اوتو ريجوليشن، ايش هو برين اوتو ريجوليشن؟ انا بتكلم فيسيولوجي. The brain is very sensitive to over and under perfusion. يبقى الدماغ بتاثر بسرعه مع ارتفاع الضغط او انخفاض الضغط. cerebral autoregulation هي عبارة عن ايه؟ physiological mechanism that maintain a blood flow at an appropriate level during changes in the blood pressure. يعني ارتفاع الضغط وانخفاض الضغط ال autoregulation في البرين تتأقلم معه وبتتكيف وبتحاول تحافظ على cerebral blood flow.
ما يتأثر من ارتفاع systemic blood pressure. Physiological mechanism of autoregulation تكلمنا عنهم في السلايد قبل, metabolic regulation, myogenic regulation عن طريق ال smooth muscle of blood vessels اللي بفرز مادة endothelin and other biochemical substance, neurogenic regulation عن طريق sympathetic and parasympathetic nervous system. الآن نبدأ في blood supply of the brain من ناحية ال arterial branches. ال brain blood supply, البرين بأخذ blood supply عن طريق two systems. First system بنسميها anterior circulation. Anterior A circulation اللي هو internal carotid system. Internal carotid system بنسميه anterior circulation. والنظام الثاني أو system الثاني اللي هو vertebrobasilar system. Vertebrobasilar system بواسطة left and right vertebral artery. هذا بنسميها vertebrobasilar posterior circulation. Posterior A circulation راح أبدأ في الأنتيريور سيركوليشن ونبدأ بالكاروتيد سيستم. يبقى الكاروتيد سيستم أول شيء في عنا شيء اسمه ليفت كومون كاروتيد أرتري. يبقى عنا ليفت كومون كاروتيد أرتري وفي رايت كومون كاروتيد أرتري. يبقى عنا رايت وليفت كومون كاروتيد أرتري. الاختلاف ما بينهم إنه ليفت كومون كاروتيد أرتري emerges directly from the arch of the aorta. لكن right common carotid artery بخرج من وين؟ من brachiocephalic trunk. في brachiocephalic trunk بنقسم لقسمين من اسمه brachiocephalic يعني مسؤول عن الأبر لم وعن البرين. brachiocephalic trunk أو الهيد بنقسم ل common carotid right and right subclavian artery. The common carotid artery is divided into two main arteries. يبقى ال common carotid artery راح ينقسم لاثنين خطوف الهيد النيك. External carotid artery وهذا مش موضوع محاضرتنا اليوم خطوف الهيد النيك anatomy. And internal carotid artery موضوعنا اليوم internal carotid artery المسؤول عن البرين. اختلاف ما بينهم انه internal carotid artery gives no branch at the neck. يبقى لو بمر في النك الانترنال carotid artery بيعطيناش ولا branch, لكن الاكسترنال carotid artery gives many branches للهيد والفيس. وين بيتم البايفوركيشن بتاعت الكومون كاروتيد ارتري بنقسم لانترنال كاروتيد اند اكسترنال كاروتيد؟ بتتم على الابر بوردر اوف ثيرويد كارتريج او اوبوزيت سي 3 سي 4 فيرتبرا. هيوضح هنا في الصوره اللي هو brachiocephalic trunk راح ينقسم لقسمين right common carotid artery and right subclavian artery. وهنا عند الارش اوف دورته خرج منها direct left subclavian artery and left common carotid artery. وفي الجلطات الدماغية أكثر شيء الجلطات الدماغية بتحدث في الليفت سيريبرال هيمسفير خاصة الكارديو إمبوليك إسكيميك ستروك. ليه؟ لأنه الليفت كومون كاروتيد أرتري دايركت اللي بخرج من وين؟ من الأرش أوف ذا أورتا والإمبالس من السهل تفوت في الليفت كومون كاروتيد أرتري تعمل أكلوجين في الديستال برانشز إنتراكرينيالي. أنا واضح هنا اللي هو common carotid artery right common carotid artery انقسم لقسمين لاكسترنال واي
internal. الاكسترنال له branches. اما الانترنال ملهوش ولا branch على النك بيكون. branches of the external carotid artery هذا مش موضوعنا اليوم, اللي هو superior thyroid artery, ascending pharyngeal artery, lingual artery, facial artery, occipital artery and posterior auricular. والاكسترنال كاروتيد ارتري بنقسم الى قسمين في النهايه, سوبرفيشال تيمبورال ارتري وماكسيلاري ارتري. الماكسيلاري ارتري بيعطينا ميدل مينينجال ارتري. هلا السوبرفيشال تيمبورال ارتري ممكن يحدث فيه حاجه اسمها سوبرفيشال تيمبورال ارترايتس, او بنسميه جيان سيلز ارترايتس. انا المرضى بيشكوا من سيفير هيديك, بتلاقي مريض كبير في السن بيشكي من سيفير هيديك, بنعمل سي تي نورمال, فحص عيون نورمال, ما حد بيفكر في موضوع الجيان سيل ارترايتس. هذا عباره عن اللي هو جرانيلوميتس انفلاميشن اوف ذا بلاد فيزلز بسبب هيديك, سيفير هيديك. انا في فور كونفيرم دياجنوستس بيلزم نعمل اي اس ار, بنلاقي عندهم انكريز الاي اس ار تقريبا فوق ال100 بيكون, و اللي هو سرعة الترسيب, وبنعمل ايه بايوبسي من الارتري, بتكون عندنا جرانيلوميتس انفلاميشن اوف سوبرفيشال تيمبورال ارتري. هذا هو موضوع سوبرفيشال تيمبورال ارتري. هاي واضح عندنا اللي هو الاكسترنال كاروتيد ارتري والبرانش تاعينه, وعندي انترنال كاروتيد ارتري. اوكي موضوعنا اليوم انترنال كاروتيد ارتري. يبقى انترنال كاروتيد ارتري الاوريجن تاعه ان ذا نيك از تيرمينال برانش اوف كومون كاروتيد ارتري, بيتم البايفوركيشن على الابر ثايرويد كارتليج او على ليفل سي 3 سي 4 فيرتبرا. الفانكشن بتاع internal carotid artery الفانكشن بتاعته انه internal carotid artery supplies حوالي 80% من البرين. يبقى هو يعتبر anterior circulation وبغذي 80% من مساحة البرين. supply the orbit وبيعطينا central retinal artery اللي هو بيعطينا ophthalmic artery, والophthalmic artery بيغذينا الشبكية العين وبيعطي central retinal artery. Each internal carotid artery enters the cranial cavity through اللي هو carotid canal, بفوت عن طريق carotid canal وبدخل السكال. It gives no branches at the neck, ما بيعطي any branch عن النك, حكينا عن الموضوع هذا. It gives five branches intracranially, وداخل الكرينيال كافيتي بيعطينا 5 برانشز. اكبر اثنين اللي هو انتيريو سيريبرال وميدل سيريبرال, واكبر واحد لو قلنا اللي هو اللارجست ارتري راح يكون ميدل سيريبرال ارتري. ميدل سيريبرال ارتري هو اللي بيعطي اثنين تيرمينال برانشز انتيريور اند ميدل, لكن هو بيعطينا كم؟ خمسه برانشز. الكورس اوف ذا انترنال كاروتيد ارتري إلو سيرفايكل كورس أو سيرفايكل بارت, انترا بيتراس بارت, انترا كافيرنس اند انترا كرينيال. هلا السيرفايكل بارت هذا الجزء اللي بيكون من البايفوركيشن اوف ذا كومون كاروتيد ارتري لحد ما يفوت في اللي هو كاروتيد فورامين, بيكون في الابر كاروتيد شيث. الجزء الثاني انترا بيتراس بارت, هذه موجوده في الكاروتيد كانال اللي بتكون بتقع في البترس part of temporal bone. intracavernous part زي ما احنا عارفين انه internal carotid artery pass in the medial wall of the cavernous sinus. intracranial part اللي هي above the cranial above the اللي هو كافيرنا ساينس. احيانا الانتراكرينال بارت بيجمع فيه
ثلاثة وأربعة مع بعض، الانترا كافيرنس والانترا كرينيال مع بعض، لأنه الكافيرنس ساينس موجود وين؟ في الانترا كرينيال كافيتي. هاي أول جزء، هذا الجزء الأول اللي هو سيرفايكل بارت. الجزء الثاني بيتروس بارت، في البيتروس بارت اوف ذا تيمبورال بون، بعدها بفوت وين؟ في الكافيرنس، كافيرنس ساينس، في الميديال وول اوف ذا كافيرنس ساينس، ذن ات جيفز فايف برانشز. نتكلم على برانشز اوف ذا انترنال كاروتيد ارتري. انترنال كاروتيد ارتري جيفز فايف برانشز. واحد اوفثالميك ارتري، اوفثالميك ارتري. اثنين posterior communicating artery. ثلاثة anterior choroidal artery and two terminal branches anterior cerebral artery و middle cerebral artery. من اسمهم ophthalmic artery راح يكون له علاقة بالآي. posterior communicating، posterior يعني متجه إلى posterior cerebral artery. Communicating بيعمل connection، يكون وظيفته main function connection between internal carotid artery and posterior cerebral. لسه ما خدناش posterior cerebral، هذا من basilar artery. والterminal branches anterior cerebral and middle cerebral. هاي عنا اللي هو internal carotid artery، وراح نبدأ ophthalmic artery. Ophthalmic artery it is the first branch of internal carotid artery. It supply the orbital structure. بيعطي بفوت عن طريق اللي هو orbit canal، الoptic canal، وبيعطينا branch للريتينا، بيعطينا branch اسمه central retinal artery. بيكون موجود هذا الارتري تحت الoptic ايش نيرف. هاي عندي هذا اللي هو internal carotid artery، بيطلع منه برانش، البرانش هذا اسمه ophthalmic بغض العين، ومن ضمنهم بيعطينا برانش اسمه central retinal artery. central retinal artery. اوكي الجزء الثاني أو الشريان الثاني posterior communicating artery. من اسمه posterior communicating. The posterior communicating artery joins the internal carotid artery with corresponding posterior cerebral artery to establish a circle of Wells. عشان يكون لنا مين circle of Wells، أو بنسميه Wells formation، راح أتكلم عنه اليوم. طيب في طريقه وهو متجه الى البوستيريور سيريبرال ارتري راح يغذي بعض الاجزاء من الدماغ. ما بينفع يمر، ما يدفع ضريبه مرور، كلنا بندفع ضريبه. يبقى هو راح يغذي مين؟ اوبتيك تراكت، راح يعطي لاترال جينيكوليت بادي، ميديال سيرفيس اوف ثالاماس، الوول اوف ثيرد فنتريكل. لكن لو اجى السؤال main function of posterior communicating artery، المين function اللي هي establish of circle of Wells، بعمل connection between internal carotid artery مع vertebro basilar، بعمل connection ادق بين اللي هو internal carotid artery مع posterior cerebral artery على نفس الجهة. والposterior cerebral artery زي ما انتم عارفين من وين بده يطلع؟ من basilar artery. هيو هاي ايش؟ هذا هو البوستيريور كوميونيكيتنج ارتري، بوستيريور كوميونيكيتنج ارتري. بيربط انترنال يربط internal carotid مع مين؟ مع البوستيريور.
يبقى هذا اسمه، هذا اسمه اللي هو posterior communicating artery. posterior communicating artery. هاي posterior communicating artery. عشان يكون اللي هو circle of Wells. وهذا اللي تحت هذا posterior cerebral artery. وهنا internal carotid artery. وهذا posterior communicating artery. اوكي. ننتقل ل anterior choroidal artery. من اسمه choroidal. يقول main function هي supply the choroidal plexus of the lateral and third ventricle. الاوريجين just from او just before the origin of the anterior and middle cerebral artery. يقول هو بخرج من وين؟ من internal carotid artery. قبل ما يخرج او ينقسم internal carotid artery لمين؟ ل anterior cerebral and ايش؟ middle cerebral. supply choroidal plexus of the lateral and third ventricle. It is main function. في طريقه بيعطي الاوبتيك تراكت اوبتيك كيازما، بيعطي الهيبوكامبس والتيل اوف كاوديت نوكليوس، اميجدالويد نوكليوس، سبستانشا نيجرا، مع انه سبستانشا نيجرا راح تاخذ اكثر من مين؟ من البوستيريو سيريبرال، لكن جزء منها باخذ من ايه؟ من الانتيريو كوريدر. لاترال جينيكوليت بادي والبوستيريو لمب اوف انترنال كابسول. راح نلاحظ في الدماغ في اجزاء من الدماغ بتاخذ من اكثر من سيستم، من اكثر من ايه؟ شريان. هاي عندي هاي الانترنال كاروتيد ارتري انقسم ل ميدل سيريبرال وايش وانتيريور سيريبرال ارتري. قبل ما ينقسم لميدل ولانتيريور سيريبرال خرج منه مين؟ اللي هو انتيريور كورويديال ارتري اللي راح يغدي مين؟ مينلي يغدي انتيريور اللي هو الكورويديال بليكسس اوف لاترال اند ثيرد فينتريكل. anterior cerebral artery. الان بتكلم على two large artery او two large branches from the internal carotid artery. anterior cerebral artery is one of the two terminal branch of internal carotid artery. تمام. لكن لو اجي سؤال مين هو largest branch of the internal carotid artery؟ لا، largest يعتبر middle cerebral artery. middle cerebral artery. It runs forward and joins the anterior cerebral artery of opposite side by anterior communicating artery. يبقى في عندي right anterior cerebral artery وleft anterior cerebral artery. في بينهم ايش؟ وصلة. يبقى هاي عندي واحد وهي اثنين. تمام؟ وهذا ايش؟ internal carotid artery. هذول بينهم وصلة. هذه الوصلة لا تعتبر برانش من الانترنال كاروتيد ارتري. هذه الوصلة ايش اسمها؟ اسمها anterior communicating artery. هذه الانتيرو communicating artery هي left anterior cerebral artery وهذا right anterior cerebral artery. هذا right internal carotid artery. هذا left internal carotid artery. هلا بخرج ال anterior cerebral artery left و right بينهم وصلة أو connection. هذا ال connection إيش اسمها؟ اسمها anterior communicating artery. لا تعتبر فرع من أفرع مين؟ ال internal carotid artery. طيب. It pass backward above the corpus callosum. وبمر
من فوق الكورموس كالوزم بيمر في سالكاس اسمه سوبرا كالوزال سالكاس، سوبرا كالوزال سالكاس او سيستيرن، سيستيرن بتكون اوسع يعني. It ends in front of the parieto occipital sulcus. وامام البارايتو اوكسيبيتال سالكاس هذا الشريان بيخلص بعملنا اناستاموسيس مع مين؟ مع بوستيريور سيريبرال ارتري. بيعمل اناستاموسيس مع مين؟ مع بوستيريور سيريبرال ارتري. الاصل جاي من ايه؟ من فيرتبرو بازلر سيستم. له برانشز، كورتيكال برانش اند سنترال برانش. الكورتيكال برانشز بيغذوا الكورتكس اكثر، والسنترال برانشز راح ياخذوا البيزا النوكلياي والسب كورتيكال استراكشرز. الانتيريور سيريبرال ارتري سبلايز، اول شيء ميديال سيرفيس اوف سيريبرال هيمسفير. لو قلت لكم مين هو لارج ميديال برانش اوف انترنال كاروتيد ارتري، يقول على السريع يعتبر انتيريور سيريبرال ارتري. السؤال الثاني، مين هو لارج لاترال برانش اوف انترنال كاروتيد ارتري؟ اللارج لاترال ميدل سيريبرال ارتري راح يكون. اوكي، ميديال سيرفيس اوف سيريبرو او سيريبرال هيمسفير من الفرونتال بول للبارايتو اوكسيبيتال. بعد البارايتو اوكسيبيتال للاوكسيبيتال لوب راح يغذي بوستيريور سيريبرال ارتري اللي هو من الاي فيرتبرو بازيلار. بيغذي الميديال 1/3 اوف اوربيتال سيرفيس اوف دي فرونتال لوب. غير هيك سبلاي the superior lateral service of cerebral hemisphere، ما عدا مين؟ الاوكسيبيتال لوب. بتاخذ وين؟ من posterior cerebral. بغدي جزء من الكوربوس كالوزم، بغدي anterior part of lentiform nucleus، بغدي anterior part of the internal، بغدي anterior part of anterior limb of internal capsule. كل هذا بغديه مين؟ اللي هو anterior cerebral artery والهيد اوف كاوديت نوكلياس. يبقى هاي عندي سيريبرال هيمسفير، هاي بري سنترال جايروس نعتبر او بوست سنترال جايروس. الانسان قلنا كيف بيكون؟ راسه تحت ورجليه فوق. يبقى هو مسؤول عن اي جزء؟ مسؤول عن اللور ليمز، لانه بيغذي ايش؟ بغدي superior lateral service of cerebral hemisphere. يبقى في حال حدث جلطة دماغية عند المريض، راح يكون عند المريض إذا كان الجلطة في الشريان الأمامي anterior cerebral artery contralateral hemiparesis، شال نصف في الجهة اليسرى إذا كان الشريان اليمين، يبقى في على the opposite side. لكن ال weakness راح يكون ال weakness وين؟ mainly في اللور ليمب. ليه؟ لانه الانتيريور سيريبرال ارتري مسؤول عن الاريا اللي مسؤوله عن ايه؟ عن اللور ليمب. العكس صحيح، لو المشكله وين؟ في الميدل سيريبرال ارتري. الميدل سيريبرال ارتري راح يكون مسؤول عن مين؟ عن الابر ليمز والفيس. يبقى هذا مسؤول عنه مين؟ انتيريور سيريبرال ارتري. طب والابر ليمز والفيس راح يكون مسؤول عنهم ميدل سيريبرال ارتري. اوكي، the anterior cerebral artery supply the motor and sensory area of the lower limb. يكون مسؤول اكثر عن الاريا بتاعت اللور ليمب. هيو اي internal carotid artery بخرج منها اللي هو anterior cerebral artery، وبينهم هنا في communications. هذه الكوميونيكيشن اسمها anterior communicating artery. نفس الشيء عشان يتكون لنا circle of Wells. circle of Wells هاي عندنا واضح اللي هو anterior cerebral artery، هاي right left، وبينهم ايش؟ communications اسمها anterior communicating artery. هاي عند الانتيريور cerebral artery بفوت فوق الكوربوس كالوزم، بيكون بمر في سوبرا كالوزال سيستيرن، سوبرا كالوزال سيستيرن لحد ايش؟ البارايتو اوكسيبيتال، وبيعمل اناستاموسيس مع مين؟ مع اللي هو ايش؟ اناستاموسيس مع
البوستيريور سيريبرال ارتري، بيعمل انستموزز مع بعض. يبقى هذا يعتبر بوستيريور سيريبرال ارتري. من وين؟ من البازيلار ارتري. ما تكلمت لسه عنه، تكلم بعد كم سلايد. وهنا مين؟ انتيريور سيريبرال ارتري. مين اعطاه؟ انترنال كاروتيد ارتري. اوكي، هيك شرحنا الفانكشن اوف ذا انتيريور سيريبرال ارتري. طيب لو حدث اكلوجن في المين انتيريور سيريبرال ارتري، حدث جلطه دماغيه في الانتيريور ايش سيريبرال ارتري، ايش راح يعمل؟ راح يؤدي الى كونترالاترال هيمبليجيا، شلل نصفي في الجهه المعاكسه، لكن الويكنس في اللور ليمب مور ذان ابر ليمب، الضعف في اللور ليمب اكثر، ويعمل كونترالاترال هيمي هايبوستيزيا، وكمان نقص في الاحساس في الجهه المعاكسه. مع هيك بيكون اللور ليمب متاثره اكثر من الابر ليمب. يورين انكونتيننس لانه مسؤول عن الفرونتال بول، ومينتاليتي اند بيرسوناليتي تشينجز لانه بياثر على الاريا 9 و10 و11 اللي موجودين في فرونتال بول، راح يعملنا فرونتال لوب سيندروم. فرونتال لوب سيندروم ميدل سيريبرال ارتري. ميدل سيريبرال ارتري، الميدل سيريبرال ارتري يعتبر لاترال برانش اوف انترنال كاروتيد ارتري، يعتبر لارجست برانش اوف انترنال كاروتيد ارتري. يعتبر لاترال برانش اند largest branch of the internal carotid artery. It pass laterally, بمر laterally. وين بمر؟ في lateral fissure of the cerebral cortex. في lateral fissure بمر. أو في Sylvian fissure. لذلك سمي إيش؟ lateral branch of the internal carotid artery. It turns backward and upward in the posterior ramus of the lateral sulcus. وبنقسم لقسمين cortical branches and central branches. يبقى نفس الشيء الميدل سيريبرال ارتري له cortical branches and central branches. ايش بيغذوا الكورتيكال branches؟ supply the lateral two third of orbital part of frontal loop. طب مين بيغذي الميديال one third؟ تكلمنا عنه anterior cerebral artery. بيغذي temporal pole and insula. طب مين بيغذي الفرونتال بول؟ اللي هو انتيريور سيريبرال ارتري. بيغذي most of the lateral surface of cerebral hemisphere. بيغذي most of lateral surface of cerebral hemisphere except ما عدا مين؟ superior lateral surface. superior lateral تأخذ من الانتيريور سيريبرال ارتري. lower part of temporal loop بتأخذ من مين؟ من البوستيريور سيريبرال ارتري. اوكسيبيتال لوب راح تاخذ من وين؟ من البوستيريور سيريبرال ارتري. سنترال برانشز اوف ميدل سيريبرال ارتري بنسميهم استريات برانشز او استريات ارتري، عشان موضوع انهم مسؤولين عن البلاد سبلاي اوف كوربوس استرياتهم، بغدوا اللينتيفورم نوكليوس والكاوديت، جزء من الكاوديت. بنقسمه لقسمين، ميديال استريات ارتري بيكونوا شورت، يكون شورت بيكونوا، ولاترال استريات ارتري بيكونوا لونج. ايش الميديال استريات ارتري بيغدوا؟ البوستيريور بارت اوف لينتيفورم نوكليوس. طب مين غدى الانتيريور بارت اوف لينتيفورم؟ انتيريور سيريبرال ارتري. بيغدوا البادي اوف كاوديت نوكليوس. طب مين غدى الهيد اوف كاوديت نوكليوس؟ انتيريور سيريبرال ارتري. بيغدوا موست اوف ذا انترنال كبسول. بيغدوا ال posterior limb genio of the internal capsule، بيغدوا sublenticular part و retrolenticular part، وبيغدوا posterior part of the anterior limb of internal capsule. طب مين بيغدي؟ anterior part of the anterior limb of internal capsule، anterior cerebral artery. اوكي، بنتقل ل lateral striate arteries. هذول lateral striate arteries بيكونوا ايه؟ long. supply the corpus callosum lentiform caudate most of the internal capsule. تمام.
one of these artery is large. واحد منهم كبير وبيسموه Charcot artery. بيسموه Charcot artery. هذا الارتري لابل تو هيموراج. أكثر شريان بيحدث فيه إيش؟ نزيف دماغي. عشان يسموه له اسم ثاني artery of hemorrhage. artery of hemorrhage. وهذا تفسير في سنة رابعة لما نتكلم معكم إن شاء الله. ليه بيحدث نزيف دماغي أكثر شيء في الانتيفورم وفي البيزا نوكلياي؟ الفضل برجع لتشاركوت أرتري. هذا تشاركوت أرتري السموث مصل بتاعه thin. under hypertension بيحدث له ربشر وبعملنا ايه؟ intracerebral hematoma. لذلك أكثر مكان بيحدث فيه intracerebral hematoma اللي هو بيزا نوكلياي. الآن بتكلم على clinical importance of middle cerebral artery. supply motor and sensory area of the opposite half of the body except the lower limb اللي بتاخذ من anterior cerebral artery. يعني هو مسؤول عن lower limb, عن upper limb والface في the opposite side. بيغذوا the internal capsule, most of the internal capsule ما عدا اللي هو anterior part of anterior limb of internal capsule. بيغذوا the basal nuclei, motor speech center اللي هي Broca's area والرايتنج سنتر اللي مسؤول عن الكتابه. بروكاس اريا رقمها اللي هو 44 والرايتنج سنتر رقمها 45 موجودين في الفرونتال لوب وبيغذي الاوديتوري اريا اند فيرنكس اريا اللي هي موجوده في السوبير تيمبورال ايش جايروس. هذا هو ميدل سيريبرال ارتري. إلو كورتيكال برانشز وإلو دي بيكونوا داخلين سنترال برانشز. هاي عندي ميدل سيريبرال ارتري إلو كورتيكال برانشز. هذه كورتيكال تعتبر. هذه الاريا مسؤول عنها مين؟ anterior cerebral artery. الاوكسيبيتال مسؤول عنها posterior cerebral artery والinferior part of temporal loop posterior cerebral artery. تمام؟ وهذا الاماكن كلها راح تكون تابعة لمين؟ لسيطرة اللي هو middle cerebral artery. اوكي. طيب في حال حدث occlusion او جلطة دماغية في middle cerebral artery ايش متوقع يكون اعراض عند المريض؟ هاي عندنا اللي هو الكورتيكال برانشز. هاي السنترال برانشز. هذه هي الاستريات برانشز او سنترال. هذه بنسميها لاترال استريات بيكونوا لونج وهذه اللي هي ميديال استريات بيكونوا شورت. واحد من هذول الشرايين اسمه تشاركوت ارتري. الأكلوجين راح يؤدي إلى كونترالاترال فيشيو بريكيال. طيب أنا بتكلم على مين ترانك يعني كل الشريان سكر. كونترالاترال فيشيو بريكيال طيب هيمبليجيا. المريض راح يكون عنده هيمبليجيا لكن الويكنس دومينانت في الفيس والأبر لمب ذان اللور لمب. كونترالاترال فيشيو بريكيال طيب هيمي هايبوستيزيا. كونترالاترال أبر موتو نيرون ليجن أوف اللي هو فيشيال اند هايبوغلوسال. ليه؟ لانه الفيشيال والهايبوغلوسال الهايبوغلوسال نوكليوس والفنترال نوكليوس اوف فيشيال نير بياخذوا اونلي فروم اوبوزيت سايد. لذلك راح يتاثروا الجلوبال افيزيا موتور اند سنسوري. ممكن يكون معهم اونلي موتور افيزيا اونلي سنسوري افيزيا حسب البرانش. لكن لو كان كومبليت اكلوجن بتكون جلوبال افيزيا. اجرافيا اللي هي عدم استطاعه المريض الكتابه.
auditory agnosia عدم تمييز الأصوات وcentral homonymous hemianopia المريض أو بتكون عندهم contralateral homonymous hemianopia ناتج عن lesion of the tract أو ال fibers of the visual pathway اللي بمر في الانترنال كبسول أو دمج للأوبتيك راديشن اللي بتمر في البارايتال والتيمبورال لوب. يعني هيك بكون خلاص اللي هو الانترنال كاروتيد سيستم. انتقل للجزء الثاني اللي هو فيرتيبرو بازيلار سيستم. فيرتيبرو بازيلار سيستم الفيرتيبرو بازيلار سيستم الأوريجين تاعها في عنا فيرتيبرال ارتري. الفيرتيبرال ارتري رايت اند ليفت بخرج من وين؟ من first part of the subclavian artery. الكورس بتاعه بيبدأ من subclavian artery من first part. ايش هو first part of subclavian artery؟ يعني first part اللي هي بتكون medial للanterior scalene muscle. هاي الanterior scalene muscle. والsecond part راح تكون behind anterior scalene muscle. وجزء الثالث third part راح تكون lateral للanterior scalene muscle. يبقى عندنا ال vertebral artery راح يخرج من وين؟ من الجزء الاول من first part of subclavian artery. بعد هيك الفيرتيبرال ارتي اسند بفوت في الترانسفيرس فورامينا اوف ذا ابر 6 سيرفايكال فيرتيبرا. برانشز اوف فيرتيبرال ارتي نتكلم على البرانشز اوف فيرتيبرال ارتي وخلص الجزء من الاول من المحاضره. الشريان الاول بوستيريو سباينال ارتي. هذا البوستيريو سباينال ارتي اتكلمنا عنه في محاضرة الاناتومي and physiology of spinal cord. Supplies the posterior horn cells and posterior column of the spinal cord. في عنا right posterior spinal artery and left posterior spinal artery origin vertebral artery. لكن في بعض الأحيان as anatomical variant ممكن يخرج من posterior inferior cerebellar artery. شريان ثاني anterior spinal artery. اول ما بخرجوا الانتيريور سباينال ارتري بيكونوا اثنين ليفت ورايت بعدها بيتحدوا مع بعض بيكونونا سنجل انتيريور سباينال ارتري. الانتيريور سباينال ارتري بمر في الانتيريور ايش ميديان فيشر اوف ذا سباينال كورد مع انه واحد لكن زعيم سبلاي 2/3 اوف ذا سباينال كورد سبلاي ذا انتيريور horn cells, anterior column, lateral horn cells, with lateral column of the spinal cord. وبعطينا medullary branches للمدلة أوبلانجاتا. يبقى بعطينا medullary branches هن للميديال part of مدلة أوبلانجاتا. في حال حدث occlusion في واحد منهم يمين أو شمال واحد منهم بيؤدي الى ميديال ميدالري سيندروم. ميديال ميدالري سيندروم. لكن لو حدث اكلوجين في المين في نفسه كله في الانتيريور سباينال ارتري يؤدي الى انتيريور كورد سيندروم. يبقى اذا حدث اكلوجين في وان اوف ذا اوريجين رايت او ليفت بيؤدي الى ميديال ميدالري سيندروم. لكن اذا حدث اكلوجين في المين ترانك اللي هو anterior spinal artery بتأثر ال anterior part of spinal cord anterior lateral part of the spinal cord وبنسميه anterior cord syndrome. في medullary branches بمر ال vertebral artery من عند المدلة لازم يدفع ضريبة المرور اسمه اللي هو medullary branches supply the frontal part of the medulla oblongata. وأكبر واحد فيهم
اسمه posterior inferior cerebellar artery. يبقى the largest branch of vertebral artery is posterior inferior cerebellar artery. بنسميه بايكا. هاي عندنا واضح هنا في الصورة ممكن مش كثير واضح لكن هاي عندي اللي هو ال vertebral left vertebral right ويعطونا basilar artery على الصورة راح يبين هنا اللي هو اللي blood supply of the spinal cord. في عندنا single anterior spinal artery وفي two posterior spinal artery left and right. تكلمنا عنهم في محاضرة ايش ال blood supply of the spinal cord في محاضرة spinal cord. باين شريان كبير اللي هو بايكا اللي هو posterior inferior cerebellar artery. posterior inferior cerebellar artery ما في امتحان الا بيجي عليه اسئله هذا الشريان. It is the largest branch of vertebral artery. Largest branch of vertebral artery ascends behind the posterior lateral sulcus of medulla oblongata, then turns downward to reach the posterior part of inferior cervix. يعني بيصل للposterior inferior cervix of cerebellum. عشان يسموه posterior inferior cerebellar artery أو بايكا. Supplies posterior part of inferior cervix of cerebellum, dentate nucleus of cerebellum, posterior lateral part of medulla oblongata, choroidal plexus of fourth ventricle. في حال حدث له occlusion هذا الشريان بيؤدي الى ايش؟ lateral medullary syndrome. ليه lateral medullary syndrome؟ لانه supply the lateral part of medulla oblongata. طب ليش احنا قلنا medial medullary syndrome origin of the anterior spinal artery and supply the medial part of medulla oblongata. إله اسم ثاني Wallenberg syndrome وإله اسم ثالث Bica syndrome. Bica syndrome يعني إيش؟ occlusion of posterior inferior cerebellar artery. أكيد الدكتور محمد راح يتكلم معكم أو تكلم معكم في هذا الموضوع في الأناتومي of the medulla oblongata. عندي vertebral artery left right تحدوا مع بعض وكونونا ايش basilar artery. البازلر artery ما هتكلم عنه راح اتكلم عن مين على اللي هو vertebral. اول شيء بمر الارتري هذا الفيرتبرال بدفع ضريبة المرور اسمهم medullary branches. medullary ايش branches. ثاني شيء بيعطينا anterior spinal artery. اثنين الاوريجين بيتحدوا بيكونون مين واحد anterior spinal artery. اوكي بيعطينا مين posterior spinal artery left right posterior spinal artery وبيعطينا اللي هو ايش بايكا left pica و right pica. وهذه الصغار قلنا medullary branches. هيك تكلمت على branches of vertebral artery. بصل لنهاية الجزء الأول من المحاضرة. في الجزء الثاني راح نكمل ال basilar artery و circle of Wells و venous drainage of brain. يعطيكم ألف عافية.